محمد يا بدري، عندنا 5 سنوات وحنا نشوفوا في راب نيوز، وهذا الاستمرارية دليل على نجاح هذا البرنامج. فهذا رمضان ان شاء الله حنا عندنا معلومات على حساب مصادرنا انه راح تكون كاينه الموسم، راح يكون كاين عفوا الموسم السادس، فماذا بينا تكشف لنا اكثر عن الفقرات والانضمامات وش فيها جديد؟ راب نيوز كما قال الزميل تاعك تقليد، ولات يعني جمهور جزائري يبغيها تكون حاضره، تكون في البرمجه تاعه. احنا نظن باللي لا دوموند تاع الجمهور هي اللي دائما تحدد انه عمل يرجع على شبكه برامجيه ام لا، وكذلك زياده على انه كما نقولوا لا لين ايديتوريال، الخط الافتتاحي نتاع راب نيوز هو خط افتتاحي تاع مجموعه من الفنانين اللي يشتغلوا على هذا العمل. هي افكار توالمنا، هي فلسفتنا في الحياه، وهي نظرتنا الفنية والتقنية الفن عامة، وحضورنا في الساحة الفنية الجزائرية بالخصوص، لأنه يعني أنا شخصيا الجمهور الجزائري يهمني. على هذيك نظن باللي راب نيوز شبه الأفكار تاعنا ونتمتعوا في العمل في راب نيوز. فمحمد يا بدري، يعني واش راح يكون كاين جديد في الموسم السادس ان شاء الله؟ يعني شنو هي الفقرات، شنو هي التغييرات اللي راح تكون؟ اعطينا حصري. راب نيوز من حلقه لحلقه خلال كل ال 123 حلقه اللي انتجت من قبل منذ 2015 ورواح، كلها من حلقه لحلقه تختلف، لانه كل حلقه عندها ماتيماتيك تاعها، يعني الموضوع خاص بها، والمواضيع هذيك تتحول بتحول المجتمع حولنا ولا القضايا الموجوده في وقتنا. على سبيل المثال احنا دائما ما كانش موسم اللي ما فيهش القضيه الفلسطينيه، لانه احنا متبنيينها كفنانين كافراد يعني كجزائريين، ولكن لا بيرسبكتيف تختلف، يعني زاويه الطرح تختلف. نظن فيه الكثير من المواضيع اللي عمرها ما تكمل. نشوفوها ان شاء الله كما يقول لك، حتى اللي ربي سبحانه يدي امانته. يعني نظن باللي راب نيوز كما قلت لكم في البدايه، في الخط الافتتاحي تاعنا سي نوتر دوفيز، احنا كفنانين راح نقول لك بالتوفيق محمد يا بدري.